الحزب من أجل الحريات والتنمية PLD بوداي يقدم تعازيه الحارة لكل التشاديين بصفة عامة ولأسر الضحايا بصفة خاصة. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها نزاعات، وبمثل هذه الأخلاقيات التي لا تليق بالمجتمع، فإن الشعب التشادي فقد الكثير من أبناء الوطن العزيز وخاصة في منطقة وداي. لذا فإن الحزب من أجل الحريات والتنمية PLD بإقليم وداي يقدم نداء لكل المواطنين بالتعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن الواحد، والتمسك بالأخلاقيات الحميدة والتحلي بالصبر. فعلى كل واحد منا أن يتمسك بهذا النداء تفاديا للعنف والتوجه نحو بناء دولة حقوق يتساوى فيها الجميع.